هيئة الدفاع على السياسيين الموقوفين أعلنت اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر استنطاق عضو هيئة الدفاع والأستاذ عايش الهمامي في إطار ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. تاريخ الاستنطاق باش يكون نهار 13 أكتوبر الحالي غدوة، وأهابت الهيئة بالمحامين للتجند والحضور في جلسة الاستنطاق حسب ما يقول البيان لإعلاء كلمة الحق وكشف الحقيقة في قضية وصفتها هيئة الدفاع بالمفبركة، واعتبرت أنها تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة. شنو جاء في البيان متاع اللي توجه تحت عنوان بلاغ للرأي العام بتاريخ 9 أكتوبر 2023؟ فيه الأستاذ المناضل العيش الهمامي أمام قطب الإرهاب: تعلم هيئة الدفاع الرأي العام أنه قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر استنطاق عضو هيئة الدفاع والمناضل الأستاذ العيش الهمامي في إطار ما يعرف بقضية التآمر المزعومة، وذلك يوم غد الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. هذا وتهيب الهيئة بالزملاء المحامين للتجند والحضور في جلسة الاستنطاق لإعلاء كلمة الحق وكشف الحقيقة في قضية مفبركة تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة أثارتها السلطة ضد معارضين ديمقراطيين من مختلف التوجهات الإيديولوجية والسياسية، وذلك على خلفية ممارستهم لحريتهم التوقيع هيئة الدفاع على السياسيين المعتقلين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل صباح اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية. ونوه رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء بعلاقات الأخوة والتعاون التاريخية القائمة بين تونس والمملكة العربية السعودية، وأكد على الإرادة المشتركة من أجل مزيد تعزيز هذه الروابط وتنويعها مستقبلا. وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى التسهيلات الخاصة بمزيد تيسير إجراءات الحج والعمرة للتونسيين وتوفير أفضل الخدمات لفائدتهم. على إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالعمران، مفادها تعمد نفرين من متسكني جبل الأحمر تعمدوا ترويج المخدرات بصفوف تلاميذ إحدى المدارس الإعدادية بالجهة، تم التعرف على المظنون فيهما والقبض عليهما بمحيط المدرسة الإعدادية. بتفتيشهم الزوز عثر بحوزتهما على 5 أقراص مخدرة و7 أقراص أخرى من نوع آخر ومبلغ مالي من عائدات الترويج. وبالتحري مع المظنون فيهم اعترفوا الزوز أنهم قادم يروجوا في الأقراص المخدرة للتلاميذ بالمؤسسات التربوية مقابل 4 دنانير ب4000 القرص الواحد. وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بهم الزوز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم حسب بلاغ رسمي من الإدارة العامة للأمن الوطني. لجنة العلاقات الخارجية تطلب جلسة استماع لوزير النقل. أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة عزيز بالأخضر في تصريح اليوم أن اللجنة طلبت جلسة استماع إلى وزير النقل واللوجستيك ربيع المجيدي في إطار التحضير للعودة الصيفية 2024 والدفع نحو التخفيض في أسعار التذاكر والزيادة في وزن الأمتعة المسموح به للمسافرين التونسيين وحل الإشكاليات المتعلقة بحماية الأمتعة والأدبش. كما أفاد بالأخضر بأن اللجنة وفي إطار التحضير لبرنامج عملها لهذه المدة النيابية
طلبت جلسة استماع لوزير الشؤون الخارجية للتباحث حول الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة غير النظامية مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك جلسة استماع لوزير الشؤون الاجتماعية في إطار تسهيل الدمج بين وزارتي الخارجية وشؤون الاجتماعية فيما يخص الملفات اللي تهم الجالية التونسية بالخارج. أفق تونس، هذا الحزب حزب أفق تونس أكد البارح في بيان عدم مشاركته في الانتخابات المحلية، ودعا التونسيات والتونسيين إلى عدم المشاركة أيضا تعبيرا عن رفضه واستهجانه لما اعتبرها خيارات سياسية هجينة لم ولن تساهم في تغيير حياة التونسيين حرفيا، كما جاء في بلاغ أفق تونس. ودعا أفق تونس في بيان أصدره عن مجلسه الوطني إلى الكف الفوري عن كل التتبعات الجزائية المثارة ضد المعارضين والصحفيين خارج إطار الشبهات المتأكدة في جرائم الحق العام، وإسقاط القضايا المتعلقة بهم، واحترام كل الحريات السياسية، والابتعاد عن المضايقات المتواصلة بمختلف أشكالها اللي تتعرض لها مختلف القوى السياسية والمدنية. كما أكد الحزب حسب البيان على ضرورة معالجة المشاغل الحقيقية للمواطنين والابتعاد عن منطق المؤامرات والخطابات الشعبوية والمرور بالسرعة القصوى إلى الإصلاحات الهيكلية الحقيقية في مختلف القطاعات التي من شأنها إحداث تغيير حقيقي في الحياة اليومية للتونسيين والتونسيات حسب نص البلاغ. في الحمامات، بستاني يستولي على مصوغ بقيمة تقريبا 100,000 دينار من منزل. تقدمت إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بالحمامات الشمالية امرأة راغبة في تسجيل قضية عدلية من أجل سرقة قطع هامة من مصوغها من داخل محل سكناها، وأفادت بأنها تفطنت لفقدين كمية هامة من المصوغ دون وجود أي أثار خلع، وقدرت القيمة الجملية للمسروق بحوالي 100,000 دينار. تم إلاء الموضوع الأهمية اللازمة، تم إجراء جملة من التحريات الميدانية والمعاينات الفنية، وأمكن حصر الشبهة في القائم بأعمال البستنة بالمنزل منذ 10 سنوات تقريبا، واللي بإلقاء القبض عليه والتحري معه اعترف بارتكابه لعملية السرقة على مراحل حسب تعبيره منذ منتصف الصيف اللي فاتت بعد تحوزه على نسخة من المفتاح ملقى بالحديقة واستغلاله في الولوج إلى المنزل.